يا الله يا حي يا قيوم، يا مفرج الهموم، يا كاشف الغموم. أيها الإخوة الكرام، يعني في بالحياة شيء اسمه إثنينية، حق وباطل، خير وشر، صدق وكذب، أمانة وخيانة. فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتماً. الدليل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ دعك من كلامه، دعك من أقواله، دعك من معتقداته، دعك من تصوراته، انظر إلى سلوكه، في عدوان، في كبر، يأخذ ما ليس له، يغتصب شركة، بيت، لأنه حركته شهوانية، اتخذ إلهه هوى. فعليك بكل متكبر جبار، عليك بكل طاغ أثيم، عليك بكل منافق زنيم.